أنا سعيد بالانضمام إليكم. إذا قلنا تاريخ السنوات الـ14 الماضية فيما يخص السياسة الأوروبية، لو قسمناه إلى عدة مراحل سوف نقول: منذ الإطاحة بالشاه والنظام الديني جاء أو في إيران في الثمانينات، جميعنا قلنا أن إيران والعراق يمكنهما أن يتقاتلان، ثم غزونا العراق وأسقطنا النظام العراقي، ثم نتج عن ذلك سيطرة إيران على المنطقة، وبالتالي أصبحت تبحث عن الأسلحة النووية. جئنا بالعقوبات كان الهدف منها تحطيم النظام، ولكن ما الذي فعلناه؟ وضعنا بعد ذلك نظاما يسمى الاتفاق النووي، وسمحنا للنظام الإيراني بالتنفس. وهذه المشكلة، أننا نؤخر إيران، فقط نؤخر إيران للحصول على السلاح النووي. هي لديها أسلحة باليستية بالفعل، لديها أسلحة صواريخ تصل إلى 3000 ميل، وأعتقد أن هذه الصواريخ فعليا تهديد لكل الغرب والمنطقة أيضا. هذه النظرة الجغرافية للمنطقة. سياسيا نحن نعلم أن هذا النظام الديني سوف يقوم بفعل أي شيء ليضطهد شعبه وليقمعه، ونحن نعلم ذلك. ثم اتبعنا سياسة الاسترضاء ضد هذا الشعب ومارسناها لسنوات طويلة، وما دمنا نازلنا نعطي سوف يضربنا في الأخذ وطلب المزيد. لذلك السياسة اليوم يجب أن تكون لا لهذا الاتفاق النووي، عقوبات قاسية جدا على النظام لإجبارهم على التنازل عن مشروعهم النووي، تهديدهم النووي، ووقف اضطهادهم لشعبهم. ولكن فيما يخص هذا الاتفاق النووي، أنهم يلعبون هذه الأوراق معنا، نحن سوف تكون كارثة لو استمرينا في هذا السياق نحو الحصول على اتفاق نووي خاص معهم. ثم نرى الشباب الإيراني الذين قرروا الوقوف في وجه الدكتاتورية، أين يتظاهرون، يطالبون بالديمقراطية والحق في الديمقراطية، حقهم في ارتداء ملابسهم كما يشاءون وأن يعملوا كما نعمل نحن هنا في الغرب، يتم قمعهم بشكل بشع. لابد أن نحيي هؤلاء الناس الشجعان. هؤلاء كلهم تحت التهديد في كل لحظة في حياتهم. لابد أن نتذكر أن الرئيس هنا هو رجل قاسي، هو قتل 30,000 شخص في الثمانينات. هذا ليس نظاما يسمع إلى العقل والمنطق، هذا ليس رجلا ذي منطق، هذا ديكتاتور فظيع. لذلك لا يمكن أن نتعامل معه بسياسة الاسترضاء. نحن الآن نمر ونعرف أن هذه الديكتاتوريات تحاول قيام ب نعم الانتصار في المحكمة اليوم هنا، عندما تحاول بالطرق الدبلوماسية أن تمنع المسيرة هنا في فرنسا. الآن نحن سعدون بأن هذا الرالي سوف ينفذ غدا، المسيرة سوف تنفذ غدا، وهذا انتصار. لابد أن نتذكر أيضا أنه في العام 2018 الإرهابيون منعوا أو من منعوا هذا الرالي أيضا، هذه المسيرة، وهاجموا موكب رجافي. أنا كنت هناك. هذا اعتداء، اعتبره اعتداء شخصي. وبغض النظر عن أننا كنا سوف ننفذ، كانت عملية استخباراتية بين فرنسا وبلجيكا هي التي منعت هذا الاعتداء من الحدوث. ولكن أنا أتذكر أنه دبلوماسيا إيرانيا هرب قنبلة في عربة دبلوماسية وأوصلها لإرهابي ليقوم بعملها هنا في باريس. هل يمكننا مع ذلك الوثوق بالدبلوماسيين الإيرانيين؟ هذا اختراق كبير للقيم الدولية. لذلك لا يمكن لنا أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر. علينا الآن أن نفكر فيما هي البدائل. البديل الأول لابد أن يكون أنه لابد
أن نقول أن هذا الاتفاق النووي ونقيمه ونرى فوائده على الشعب الإيراني، وبالتالي سنرفضه. أنا فخور بأن أقول أنني اقترحت على مجلس العموم والذي تبناه بالإجماع أن كل الأحزاب هناك واثقة من حدوث هذا، وأتمنى أن تقوم حكومة المملكة المتحدة بالقيام بما يجب أن نقوم به. علينا أن نرسل إشارات واضحة تماما للشعب الإيراني وللنظام هناك في إيران. لابد أن نقوم بهز هذا النظام، لابد أن نقوم بذلك معا، لابد للحكومات الغربية أن تقوم بنفس الشيء على جميع المستويات حتى يكون نظام عقوبات حقيقي يلزم النظام في إيران. ولا أقول أن نضغط على الشعب الإيراني، ولكن أقول أن نضغط على نظام الديني الذي يقوم بقمع الشعب هناك. لابد أن نجمد مدخراتهم وأصولهم حتى لا يستخدموها في تمويل عمل جرائم ضد الإنسانية. ثم لابد ألا يخدعنا فكرة أن ابن الشاه وناس آخرين ظهروا فجأة يعتقدون أنه بإمكانهم استعادة المشهد واستعادة فترة الشاه. لا يمكننا العودة إلى ذلك المرحلة. هذا المشروع فشل منذ البداية. ما يجب علينا فعله؟ لابد علينا أن ننفذ خطة النقاط العشر لسيدة مريم نجفي ومركز المجلس للمقاومة. أهم نقطة هنا، أنا أتفق مع كل النقاط العشرة، ولكن أهم نقطة فيهم أن سوف تكون هناك حكومة مؤقتة، ثم بعد 6 أشهر سوف تكون هناك انتخابات حرة وعادلة ديمقراطية، والشعب الإيراني هو سوف يختار من سوف يكون قيادته. هذا ما يحصل في الديمقراطية. لا يمكننا أن ننتقل من ديكتاتورية إلى ديكتاتورية أخرى. لا يمكن الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية بسرعة. لابد أن تكون هناك فترة مؤقتة حتى يتمكن الشعب من اختيار ممثلي، وأمل أن يكون اختيار حكيم، وأن مجلس المركز للمقاومة وسيد رجفي سوف يخدمون الشعب الإيراني بالطريقة الأمثل. آمل أن يذهب شعبنا لهذا الاختيار، ولكن في النهاية هو اختيار الشعب الإيراني، وليس لنا أن نقول لهم ماذا عليهم أن يختاروا. لذلك هذه المقترحات التي ننقدها اليوم كلنا متفقون عليها، كلنا يجب أن ننفذها، ولكن حتى نقوم بذلك سوف يكون هناك شعب متظاهر ويخاطر بحياته في الشوارع في رام الله يحدث شيء. لذلك أختتم القول بأن القضية في أوكرانيا مثلا، الروس يستخدمون معدات إيرانية لا سيما المسيرات. لابد أن نقول هناك دليل كبير جدا على أن للأسف تكنولوجيا قوية تأتي من جامعات بريطانية تذهب إلى إيران ثم تستخدم في تطوير هذه الأسلحة، ثم تذهب إلى روسيا لتستخدمها ضد أوكرانيا. نحن ندعم شعب أوكرانيا القوي في هذه الحرب ضد الهجوم الروسي. هذه فضيحة كبيرة. لا يمكن لنا أن نسمح بأن تذهب التكنولوجيا الخاصة بنا لقتل الشعب الذي ندعمه. لابد أن نوقف هذا الأمر الآن. المسألة ليست فقط أن الشعب القوي في أوكرانيا، بل الشعب القوي في إيران لا يمكنهم أن يقتلوا بأسلحة صنعت وتكنولوجيتها في الغرب. هذه فضيحة يجب أن تنتهي. آخر شيء أود أن أقوله، دعونا نأمل أنه بمواصلة الضغط على روسيا ربما نأمل أن تنهزم روسيا بسرعة. سوف يهزمون في النهاية، لكن نتمنى أن تكون الهزيمة سريعة. ثم بإمكاننا هز الاستقرار في طهران
وإنشاء نظام حر وديمقراطي. عندما يحدث ذلك بإمكاننا جميعا أن نذهب ونأتي بهذا المؤتمر في إيران وننفذه مؤتمر إيران الحرة.